السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد رجعتكم فيديو جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح نلعب لعبة اسمها زومبي فيل 2، راح نحاول نختمها إن شاء الله. شباب وروني دعمكم وراح نحاول نختمها، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. ويلا نبدأ بلاي يا حبيبي، هيا بنا. طبعا شباب أنا أعشق ألعاب الزومبي، إذا عندكم لعبة زومبي تريدوني أن ألعبها أو نختمها مع بعض في القناة اكتبوا لي اسمها في التعليقات، أوكي؟ وأهم شيء لا تكون أونلاين شباب، أنا لا أحب العاب الاونلاين لان الصراحه مزعجه العاب الاونلاين، فيها اشياء هكذا تنرفز، يعني يقول لك لازم تشغل الاونلاين كي تلعب، لا يحتاج يعني لا تقدر تلعب فيها اوفلاين. وانا الصراحه اعشق العاب الاوفلاين لانهم يعني هكذا بسيطه ولا تزعج. اوكي هيا بنا، اتمنى انكم فهمتموني شباب. الان هذه المرحله الاولى يورينا شباب التعليم. انا الصراحه هذه اللعبه اعجبني الرسوم الخاص بها، مرة رهيبة. اوكي راح نحاول نختمها ان شاء الله شباب. نعم 10 ثواني. اوكي اتوقع خلاص كملنا شباب التعليم، هذه المرحلة الاولى بسيطة، بعدها يبدأ التحدي. يلا يلا متحمس الصراحة. اوكي نعم ران يلا، الهليكوبتر اتت لكي تأخذنا. نعم الان اكملنا شباب المهمة الاولى اللي هي فقط يورينا كيف نعمل يعني تعليمات. اوكي هنا يورينا الاسلحة، النقود صفر، ما عندنا نقود. اوكي نعم شباب هيا خلينا نتخطى هذا، هيا بسرعة. نعم يوجد اسلحة مرة كثيرة شباب، ها انظروا مرة كثيرة ما شاء الله، رهيب الصراحة اللعبة. اوكي ريدي يلا يلا، المرحلة الاولى لعبناها، هذه الثانية لم تفتح، لماذا؟ يقول لك لازم تقتل 30 زومبي. اوكي يلا نلعب المرحلة الأولى، يعني تلك المرحلة التعليمية لا تحسب من ضمن المراحل. اوكي يلا بينا، هيا هيا get ready go يلا يلا. نعم نعم فيها الشات جان، هذا مسدس، الزر الأحمر مسدس والزر الأصفر شات جان، وهذا مضرب. نعم اوكي ابلع ابلع، يلا يلا اعطينا المسدس نجلدهم على السريع. اوكي طبعا الصناديق وتلك الاشياء تعطينا ذخيره وهكذا شباب، الزومبي ايضا يعطونا ذخيره شباب ونقود، اتوقع لا يعطونا ذخيره، لا شباب يعطونا النقود اذا قضينا عليه. ابلع اعطانا النقود، نايس، لازم نحاول نجمع نقود كثيره شباب لانها راح تساعدنا على تطوير السلاح. نعم نستطيع تطوير الاسلحه ونشتري اسلحه جديده وهكذا. بوم، نستعمل المضرب قليلا، 1 2 3 وات 4 لكي نقضي على الزومبي، والشوت جان 1 2 طلقتين يا حبيبي، طلقة واحدة. اوكي يعني في الهيد شوت طلقة واحدة، بوم هيد شوت، يلا لا ليست هيد شوت، بوم لا ما تجي هيد شوت صعبة. السلاح طلقات كثيرة، أتوقع 4 أو 5. يلا نايس أطلق لازم شباب لكي نكمل المرحلة لازم نصمد، يعطونا وقت فوق في الوسط 40 ثانية لازم نصمد فيها ونحاول نجمع نقود بقدر المستطاع. ابلع ابلع هيا هيا يا وليد هيا، تخيلوا أخسر من هذه المرحلة الأولى، والله الصراحة راح يكون عيب الصراحة. أوكي يلا ابلع، نايس قضيت عليه، نقود جمع يا حبيبي. اوكي مسدس يلا ابلع ابلع ابلع، جلد جلدتهم الصراحه شباب. وايضا لما نتقدم في المراحل راح يجوا زومبي شباب، زومبي مره كثيرين، وايضا زومبي جدد لاني انا شاهدت في التريلر الفيديو الخاص باللعبه في متجر جوجل بلاي لما كنت راح احملها، شاهدت يعني الفيديو وفيها زومبي مره كثير شباب جدد يعني. اوكي يلا فوز يا حبيبي، كملنا المهمة الأولى نايس، قتلنا 37 زومبي. اوكي كم راح يعطينا؟ 202 نقود، نايس جمعنا. يلا الصراحة أريد أن أشتري شباب الرشاش، أريد، هل يوجد رشاش؟ نعم أكيد يوجد، هذا هو الرشاش ليوزي 400 دولار، لازم نجمع له شباب راح يفيدنا بشكل كبير. نعم يلا ريدي راح نحاول نلعب 5 مراحل في هذا الفيديو شباب لان هي فيها 10 مراحل، اتوقع 10 مراحل وخلص نختم اللعبه، والله لا ادري. يلا المرحله الثانيه يا حبيبي، ادخل. اوكي اذا ما عملت لايك للان يا عزيزي المشاهد لا تنسى، واشترك في القناه اذا ما اشتركت،
إذا لم تنضم إلى عائلتنا الأسرية. يلا أوكي دخيرة من الأول يا حبيبي. نايس. دمر دمر، لازم نصمد دقيقتين. أوف أوف أوف، ماذا الزومبي؟ زومبي جديد فيه عروق في رأسه. أعوذ بالله، يجري شباب. خاصية هذا الزومبي هو يجري سريع. بوم. صراحة في هذه المرحلة نحتاج الشاتجان بشكل كبير، لأنه الزومبي بدأ يقوى يعني. أوه لا 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 لا، أوه والله عن بالي أني خسرت شباب. أوكي يلا، بوم بوم. نايس، توجد هناك قارورة نستطيع تدميرها. والله لا أدري، خلينا نجرب. يلا قارورة. لا لا نستطيع شباب، ابلع. أوف أوف أوف، نايس نايس. يعني فادي كل مرحلة يضيفوا زومبي جديد شباب، كل ما نتقدم في مرحلة. والله شيء رهيب الصراحة. جمع جمع نقود. ونحتاج شباب ذخيرة للشاتجن الصراحة، نحتاج بشكل كبير. انتهى الرصاص، عندنا يعني المسدس والمضرب فقط. اوه يلا هنا ذخيرة. يلا اوه اعطانا ذخيرة، 4 طلقات، لازم نحافظ عليها لا نستعملها. اوكي ابلع. نايس، اجلد اجلد. لازم ابحث على الصناديق وتلك الاشياء لكي تعطينا الذخيرة. هيا قمامة قمامة تعطينا الذخيرة شباب، اتوقع. نعم خلينا نجرب. النقود يلا عادي، نحتاج النقود ايضا. ذخيرة الحمد لله، استعمل. بوم بوم. أوه. لم يعطونا نقود لكن يلا، هذا المثلث لا ادري ما اسمه. أوكي. اوف، رأيت ماذا رأيت؟ اسعاف. ماذا تفعل الاسعاف؟ تعطينا دم ام ماذا؟ والله رهيبة، لم أكن أعرف بأننا نستطيع قيادة هذا الإسعاف شباب. نايس أوكي يلا، روح روح روح، دمر كل شيء. وأيضا تخلينا نجمع سكور كل شيء شباب. نعم صندوق، يلا ابلع ابلع ابلع. نايس، أنت أيضا. بوم، فجر رأسه. أوكي جمع جمع النقود، نحتاج نحتاج النقود يا حبي نحتاج. بوم نايس، ابلع أنت أيضا. يلا روح. اوكي اوه كيس اموال كبير، نايس. صندوق اخر، نعم ذخيرة. هيا 2-1، اوكي الفوز. يلا جمع. اوه لا يوجد نقود، هيا اعطينا النقود. هيا لم يعطونا، يلا فوز فوز، روح لا نضيع وقت معهم. خلينا نروح للمرحلة اللي بعدها. اوكي كم راح يعطينا النقود؟ $300، نايس. اتوقع اننا نستطيع شراء شباب الرشاش الان. وساستبدل بالمضرب، لان المضرب الصراحة ضعيف. اوكي نشتريه، ليوزي $400، اشتريه يا حبيبي، نستطيع تطويره شباب. اوكي 1000، اوف اوف اوف، ما عندنا هذا السعر. راح استبدله بالمضرب. نعم خلاص يلا، العب المرحلة الثالثة. نيكست، العب يلا. نايس، طبعا كل ما نفوز في المرحلة يعطينا شباب، لازم يعطينا عدد زومبي معين لازم نقضي عليه. إذا ما قضينا على عدد الزومبي المعين لازم نعيد نفس المرحلة ونقضي على الزومبي لكي ننتقل للمرحلة اللي بعدها يعني. أوكي هنا لازم نصمد 2.5 دقيقة. هيا بنا جمع ذخيرة يا حبيبي، نستعمل الرشاش شباب جديد. أوهو رهيب شباب، صوته طرب، تسمعون صوته؟ والله مرة أسطوري. أعوذ بالله، لا إله إلا الله، مات الزومبي. وطوف، يحتاج هذا الشاتجن. 1 2 3، وات ماذا الزوم؟ 2، أعوذ بالله، يحتاج 1,000,000 طلقة في الشاتجن. وطوف، يلا نستعمل الرشاش. أوكي الرشاش الرشاش، يلا المفروض يكون قوي، لازم نطوره. انتهى الرشاش مع الأسف. أوه المال 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 يا حبي، سأخاطر من أجل المال. نايس، اقضي على هذا الزومبي. هنا يوجد دب آخر فوق، ابلع ابلع، لازم أصمد شباب، دقيقة تبقت أو 2 دقائق. أوكي يلا أحصل على الرشاش. أوه خلص الرشاش، نسيت، ابلع، قضيت عليه بالمسدس. نايس، أوه خلص الشاتجن والرشاش شباب. أوف أوف أوف، قرب ينتهي الذخيرة، لازم نجد ذخيرة شباب، لازم ضروري. يلا اذهب الى هنا، ذخيرة نحتاج. اوه الحمد لله ذخيرة، جمع جمع ذخيرة بقدر المستطاع لاننا نحتاجها، مرة نحتاجها.
وبدت تصعب شباب، بدت تصعب، واحب الصعوبة الصراحة. انا اعشق العاب الزومبي، اعشقهم من انا لما كنت صغير شباب. العب الزومبي كثيرا الصراحة، ما امل منهم. لذلك شباب راح يصير محتوى القناة المحتوى الرئيسي، اكيد راح يبقى المحتوى الرئيسي هو لعبة جي تي اي سان اندريس، والمحتوى الثاني اللي نضيفه للقناة محتوي الثاني شباب راح يكون يعني موجود في القناة بشكل دائم، هو العاب الزومبي. راح العب الزومبي مختلفة، ونحاول نختم العاب مع بعض وهكذا. وانتم اقترحوا لي العاب زومبي تشوفون بانها رهيبة، ويعني تحتاج اختمها. اوكي، اوه سيارة سوداء، اوكي واو نايس. نحتاج يعني كل مرة يبدلون السيارة في كل مرحلة، نايس. هل يوجد دراجة شباب؟ دراجة نارية، والله الصراحة أريد أن أراها موجودة في اللعبة. أتوقع فقط سيارات لكي ندهس جدهم بالسيارة. أوكي نرجعهم فطائر. أوف ابلع ابلع. أوكي نايس، نقود يا حبي، نحتاج النقود. يلا نايس، جمع جمع ابلع. أوكي نايس، وهذا الدب يعطينا النقود شباب، أو يعطينا يعني شيء كبير. ابلع مليون طلقة، ابلع ابلع ابلع. اوف 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 بوم. يلا فوز 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 فوز، لا تضيع وقت معهم. نايس الحمد لله شباب. كم راح يعطينا الان؟ كم كم كم؟ يلا واو 600، اوف ما شاء الله. كل ما نقضي على عدد زومبي كبير نجمع نقود كثيرة. ايش رايكم شباب، نشوف سلاح رهيب نقدر نشتريه؟ راح استبدله بالمسدس الصراحة، او نستبدله بالشوتجن، يعني نخلي شوتجن اقوى. هذا الشوتجن شباب جميل، 800 مباشرة، عندي 804، لازم اشتريه. يلا اشتريته وخلص شباب، اشترينا اسلحة مرة رهيبة، راح نستبدلوها هكذا نايس. الان نروح للمرحلة اللي بعدها، المرحلة الرابعة نيكست، ويقول لنا لازم نقتل 304 زومبي لكي يفتح لنا المرحلة الرابعة. يلا راح ألعب هذه المرحلة وأجمع عدد الزومبي المطلوب وأرجع لكم. الحمد لله أخيرا أنهيت وجمعت 2000 شباب، 2000 من النقود، 2000 دولار. يلا راح أستبدل، راح أشتري سلاح وأستبدله بالمسدس، لأن الصراحة المسدس ضعيف. أوكي إيش رأيكم؟ ما هذا؟ أوه منشار شباب، نشتريه 1800 دولار، لازم اشتريه الصراحة. نايس اشتريته، كم تبقى عندي؟ أوه 300، لن نستطيع تطوير أي شيء أتوقع. نعم لن نستطيع تطوير أي شيء، خلينا نشوف نستطيع تطوير هذا الرشاش. أوكي هكذا، لا نستطيع شباب لا نستطيع. أوه لم يستبدل، لماذا؟ هيا استبدلوا يا حبيبي، أين هو؟ هكذا نعم استبدلوا، نعم استبدلته خلاص. الآن راح نلعب شباب المرحلة الرابعة. يلا ادخل يا حبيبي، متحمس لكي أرى هل راح يعملون يعني زومبي جديد في المرحلة أم لا. واو أين نحن؟ في السقف. أوكي يلا سقف البيوت، أو لا أدري هذا الشارع، لا ليس سقف، شارع. نعم أوف 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 أوف. واو قطعت رأسه، ها هو الزومبي جديد. وات ماذا يطلق؟ الفسو، ماذا يطلق؟ رائحة كريهة. اوكي اقطعهم، ابلعوا ابلعوا يا كلاب ابلعوا. ما اعجبني هذا المنشار شباب، يقطع الرؤوس يا حبيبي. اوه هذا الدب لا ينفع معه. اوكي المنشار يخلص، خليني اشوف. اوه يخلص، من متى يخلص؟ عنده وقود اتوقع شباب، ليس رصاص، وقود. نعم اوكي يلا استبدل، ابلع ابلع بوم. اوكي الفسوة لازم ما نخليها تصيبنا، يلا ابلع. ابو عكازة شباب هذا الزومبي الجديد، لاحظتم؟ اوكي يلا ابلع ابلع. اعجبتني والله اعجبتني شباب، اعجبني الزومبي هذا الجديد، في كل مرحلة يضيفون الزومبي جديد. اتوقع قلت لكم هذا من البداية. اوه بدت تصعب، بدت. يلا يلا يا رب نجد يعني هنا السيارة، السيارة لكي تأخذنا. اوكي يلا يلا تحرك. لا مع الأسف جلدوني جلد، ما هذه المرحلة الصعبة يا حبيبي. يلا يلا نطور أسلحتنا شباب، الرشاش. خليني نشوف الشاتجن، نستطيع تطوير الشاتجن؟ هل عندي النقود الكافية؟ أوكي هكذا 1200، لا مع الأسف ما عندي شباب. الرشاش
يلا نطور رشاش 1000 عندي. طور طور يا حبيبي نحتاجه الآن يا رب. افوز شباب يا رب، وتوجد سيارة سباق شباب لاحظتم؟ اوكي يلا كل مرة ينوع لنا السيارة. روح روح دمر كل الزومبي هنا. اوكي تبقى الدقيقتين، لم يمر وقت كثير الصراحة. نعم يا رب اصمد يا رب شباب، لان والله صعبة هذه المرحلة الصراحة، هذه المرحلة الرابعة صعبة. انظروا الحشرة انظروا كيف الفسوة بلعبلة. نايس والله المرحلة الرابعة صعبة هكذا. اوكي فما بالك المرحلة الخامسة راح تكون جلد. اوكي نايس، هذا الفسوة صعب شباب، يطلق لك هذاك الفسوة الخاصة به هو يعني تزعج. اوكي ومع الأسف لو أضافوا شباب الهيلث في اللعبة يعني نستطيع تدمير تلك الأشياء ونأخذ منها هيلث لكي يفيدنا، لأنه الصراحة عندك فرصة واحدة أو تعيد المهمة من أول. أوكي أقتل هذا الدب، الكلب هذا دب وليس كلب. يلا ابلع نايس قضيت عليه. ابلع ابلع ابلع، لازم نقضي على عدد كبير من الزومبي شباب لأنه نحتاجهم لكي يفتح لنا المرحلة اللي بعدها. دقيقة يا رب أصمد يا رب، أتى الدب يا الله. انحشرت شباب انحشرت، اهرب 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 اهرب. اوه لاحظتم كيف هربت لهم؟ نايس ابلع ابلع، ابتعد ابتعد من الفسوة. يلا دقيقة ابتعد بوم ابلع. اوكي الحمد لله، اعطينا رصاص اعطينا يا حبيبي اعطينا رصاص، نحتاج الرصاص. اوكي نايس يلا 55 ثانية يا رب شباب، ادعوا معي اني افوز. اذا فزت خلاص راح افتك من المهمة، يعني تبقى لي فقط اني اذا طلب مني ان اقضي على بعض الزومبي لكي يفتح لي يعني المرحلة اللي بعدها خلاص، المهم انني افوز واصور لكم. يلا الحمد لله نايس 34 ثانية شباب، تخيلوا اخسر اقسم بالله راح يكون مرة قهر، راح تقهرني المرحلة، اعدتها 3 مرات او 4. اقضي على الدب، هذا الدب يحشر شباب، لازم اقضي عليه من اول، لما يظهر اقضي عليه. انظروا اعدادهم انظروا، ابلع ابلع نايس يا رب ما يجي ذلك الدب. لا هذا السريعين ايضا شباب صعبة، 10 ثواني يلا يلا بسرعة بسرعة، لما تجي المروحية راح اركب ما راح اضيع وقت. اقضي عليه ابلع 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 ابلع، ران 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 يا حبيبي ران. الحمد لله ظننت باني خسرت شباب لانه قبض علي. اوكي الحمد لله يا رب، 800 دولار نايس. اوكي راح نشوف وش راح نعمل الان. 1200 نستطيع تطوير شباب الشاتجن، الشاتجن مهم بالنسبة لي لازم اطوره. يلا طور طور، ما راح نشتري اسلحة الا لو عندنا نقود يعني مرة كثيرة راح نشتري. اوكي خلاص يلا المرحلة اللي بعدها نستطيع لعبها، لا لازم اقضي على 277 زومبي. يلا راح ارجع لكم بعد شوي. خلاص شباب يلا الان راح نطور. اوكي راح نطور الشاتجن لانه الشاتجن مرة احتاجه الصراحة. نايس 2400 هيا طورته خلاص. يلا الان سادخل الى نلعب المرحلة الاخيرة معنا في هذا الفيديو الخامسة، هيا بينا. نعم ادخل ادخل يلا متحمس، وراح تكون مرة جلد شباب وصعبة جدا. اوكي مرحلة جديدة يلا get ready go، 3 دقائق شباب. يلا الحمد لله لم يكن وقت طويل. اوه العدد، طورت الشاتجن يلا. اوكي هو قوي الان المفروض يقتلهم بسرعة. اوكي نايس قتلهم بسرعة. وات ما هذا، دب اخر بنفسجي، أعوذ بالله لا إله إلا الله، ما هذا شباب لاحظتم؟ ينفجر أعوذ بالله، فسوة ينفجر ويطلق فسوة أم ماذا؟ أهرب أهرب أهرب، لازم أصمد شباب لازم. أبلع أبلع نايس، أصبحوا قويين الزومبي شباب مرة قويين. أوكي الحمد لله أني طورت، انظروا انظروا أعدادهم، ابتعد عن الفسوة هذه يا رب وأصمد شباب يا رب. اوكي الحمد لله السيارة الحمد لله، لما تتحرك شباب لا تتوقف يعطوك مركبة تركب فيها. اوكي دمرهم يلا يلا بوم يلا روح روح روح، وروني دعمكم شباب، اريد دعم كبير على هذه اللعبة لكي نكمل في تختيمة، انا راح اكمل راح اكمل في تختيمة حتى اذا ما كان دعم.
اوكي نايس. لا ادري الصراحه بالضبط اذا فيها 10 مراحل ام لا شباب، يعني فيها مراحل زياده اخرى. اذا كانت فيها 10 مراحل فقط خلاص راح احاول اكملها في هذا الفيديو، يعني هذا الفيديو الحلقه الاولى، والحلقه الثانيه نكملها. اوكي اذا اعجبتكم راح نكمل، راح انزل لكم التختيم بسرعه شباب. اوكي ابلعوا 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 دقيقه شباب، يا رب واصمد يا رب، استعمل الرشاش يلا ابلع ابلع، هذا ينفجر شباب. اوكي بوم فسوه، لاحظتم والله الشكل الزومبي مره رهيب، الرسم الخاص بهم شباب لاحظتم كيف. اوكي تصميم اسطوري، لا 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 يقضي عليه هذا ابو عروق. اوكي قضيت عليه نايس، دقيقه شباب دقيقه تبقى. اوكي لازم اخليهم يحشروني، لازم اهرب. روح 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 روح، لا اتى الفسوه اتى وراح يحشروني، اقضي عليه. الحمد لله اني قضيت عليه، جمع رصاص وانزل الى اسفل واهرب، الحمد لله شباب يلا. اوكي اقضي عليه، ابتعد عن الفسوه، اقضي عليهم، اقضي اقضي اقضي، لا تخليهم يحشروك ابدا يا وليد. الحمد لله يلا يا يلا 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 يلا، فكنا من فكنا من المراحل. اوه لازم اتجاوزه، شوف الكلب. روح 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 روح، 30 ثانية يا وليد، لا تفشلني أرجوك لا تفشلني. ونقص لي الهيلث شباب بشكل كبير، يلا 24 ثانية يا رب يا رب، لازم أوفر الشوتجن. ابلعوا ابلعوا ابلعوا، أوكي تفلو أموت شباب تفلو أموت. أوه تخيلوا لو أصابتني تلك الفسوة لو مت، يلا 10 ثواني يلا يلا 10 ثواني يلا 5 ثواني 5 ثواني يلا، ابتعد عن الفسوة يلا 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 يلا. لا 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 لا، الحمد لله شباب لاحظتم كيف راوغتو كريستيانو رونالدو، الحمد لله يا رب انهيت الفيديو. والله تعب شباب، تعبت لكي لعبت هذه المراحل، خصوصا المراحل الأخيرة مرة صعبة. أوكي لعبنا بما فيه الكفاية، خليني أشوف. نعم خلص توقفنا في هذه المرحلة، أنا راح أكمل أقضي على 363 زومبي لكي أفتح باقي، يعني أفتح هذه المرحلة وهكذا، وإن شاء الله راح نكمل في الفيديو الجاي من التختيم. وفي الأخير شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. يلا شباب أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله من هذه اللعبة، ويلا مع السلامة.